هاي جايز هاي يوم مرحبا بكم في قناه كابتن يوسف. اليوم غادي نتحدثوا على السومه اللي فرقع سبيسيان وسجل اهدافين. السومه الفتاك السومه الهداف السومه المرعب عاده يا اخوان الاهلي بكل صراحه فوزين متتاليين بعد كورونا. خلينا نشوفوا اخوتي ماذا فعل الاهلي مع الاتحاد ونشوفوا كيف كانت رده الفعل ديالنا للاهداف ديال السومه والفوز ديال الاهلي. يلا اخوتي ما نعطلش عليكم, ليتس جو ليتس دوت لينا فعلها دابا. يلا بينا يلا. الاهلي ضد الاتحاد, المباراه اللي غنشوفوا دابا الرياكشن عليها اخوتي. يلا يلا ما نعطلوش نبدا ونشوفوا كيف كانت اطوار هذه المباراه. Let's go, let's do it. هاد اللاعب اخوتي القائد ديال الاهلي رجع اخوتي, داك اللاعب اللي عنده الشعر رجع بكل صراحه مجنون. كنا عروس البحر الاحمر اليوم تكتب سطرا جديدا في التاريخ, ديربي العراقه والذكريات والاحداث, ديربي جدا اكيد احنا ديربي الهلال والنصر الان ديربي الاهلي. اللاعب المغربي لاعب مغربي الاحمدي أربعة 3-2-1. الليلة أخوتي ما عرفتش واش بالفعل سمعت أخبار أنه غينتقلوا في الصح. اول عبد الرحمن غريب, واو 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 على اسيست اخوتي عبد الرحمن من الاول دخل عليه محاوله تسديده. نادي الاهلي ينظر, النادي محاوله للامام اتحاديه الان على اليمين رده الفعل مره ثانيه ممتعه اخوتي. هذه المباراه زيزي من امامه لكن حاول, لا والله هذا عبد الفتاح حاول يلعب الكوره على سيري المضمار. مباراه اللي فاتت كان زوين اخوتي, اليوم مازال ما بانش. ايه خذ الفرصة الأولى واو 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 على عارضة الجديد أرضية الملعب إلى خارج أرضية رر الكرة للأمام سارج خطير سارج تسديدة وسارج أخوتي ناضية سارج اللاعب الوسط واعر. شوف على تسديدة بالرجل الضعيفة أخوتي عالية بروح يطلعها خطيرة أمام الجول. أووو السومة صديع السومة أخوتي صديع الأمهر محاولة مرور جميلة يتقدم عبد الإله لحد اللحظة أخوتي على الاهلي اخويا الحالي اللي اللي متعاو هي اللي دارتها. شوف فيها ضربة جزاء اخوتي وخيلة فيها ضربة جزاء هذه على ما اظن. محاولة من سرج يلعب الكرة لا خلاص محاولة للامام ردت مرة ثانية محاولة تسديدة عبد الرحمن دفاع اخوتي الدفاع عن الاهلي مازال خصو خدمة لكن الحارس اخوتي اليوم زوين الحارس الاهلي اليوم يحاول يمر مهاري لعب الكره الامام برونو كيف تقول مع الازمه لكن يكمل حسين عبد الغني عاليه محاوله بالراس على سوما الراسيه بعيد العاليه يتدخل حسين عبد الغني مبدا اترك له زاويه ملعوبه للامام لعبت بالراس عند عبد الرحمن يتدخل هجمه مرتده ياخذها عبد الرحمن وحكم المباراه يوقف اللعب الساعة خذ هذه المباراة فاش ضيع سوما بوب بيت زوين اخوتي بيت زوين سوما هذا هو السوما اخوتي هذا هو السوما اخوتي فين ما كاينه الكرة المرتدة من الحارس الكرة اللي كيشم فيها خص المهاجم يشم في الكرة انها هدف خصو يسجلها يعني فاش كتشم انها هدف كتموضع في المركز اللي غادي تسجل هذا الشيء اللي وقع للسوما يعني شمها حطها في الكور شمها واحد زيرو خوتي الاهلي فايز دابا سوما عاد الله يلعب بالله. قلت على معنى ان تفوز بالديربي اخوتي عشان تفوز بالديربي شوف اسيست سوما حطها ليه هو ضيعها هو رجعت بغات سوما الكره تولد سوما لانه هو من صنع الهدف صنعه وسجله
نقول صراحه هذا اللاعب الصغير هذا الفتى اللي شاد كره قبل ما يتصل السومه تا هو زوين يعني كيقصر. او هذا اوه هذا زوين اخوتي ديك الضربه يعني ضربه لاعب كير كيعرف يلعب كره. العقيد العقيد فهذا الرجل عمر السومة متخصص في الشباك بل في كل الشباك سيرو بخطة ثابتة. كون صراحة بقى فينا الأحمدي أخوتي الأحمدي مغربي ولكن محاولة للنادي الأهلي محاولة محاولة عبد الفتاح عبد الفتاح تسديدة لكن هذا هو عسيري هو هذا عسيري تو بدا كيعود أنا كنت بين الأهلي كامل بدا كتعود. اخوتي مجنون 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 بكل ما في الكلمة. شوف 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 واش دار هذاك البرازيلي. قلت لكم الدفاع اخوتي الدفاع شوارع ولكن مبروك على الاتحاد ومبروك على الاحمدي باش يا الله مغربي. هدف مجنون اخوتي من وحي الافلام الخيال العلمي. شوف 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 الحارس فيكس الحارس الحارس تجمد واو على هدف اخوتي على هدف مدافعين الاهلي اخوتي مزبله والله الا مزبله. انا ما فهمتش انا كيشرو مهاجمين وسط كاع الفرق كيلعبوا لهاد النقط وكيتغاضوا على الدفاع اصاحبي الدفاع هو الاول خصك تخدم عليه. كاينه كاع مباراة حلوة اخوتي مباراة حلوة وممتعة جدا او عسيري. شوف زوينة زوينة اصلا الفكرة زوينة فكرة زوينة الفكرة. محاولة مرور محاولة المرور وحكم المباراة حمدان الشمران. شوف بعد الانقطاع الطويل فهد المولد الملاعب اشتاقت اوه بزاف اوه الركبي الركبي اللي لعب انت الركبي زوينة خطيرة لكنها وصلت ساحة البوكس الاسفلي برافو في فرصة صالحة للنادي الاهلي محاولة عبر مر ما بين 2-2 تمريرة رومارينيو عبد الاله يلعب الكرة الى منصور الحربي اصطدت المحاولة الى خارج ارضية الملعب. مباراة اخوتي نار دمار دمار جميل دمار شو السمى اخوتي فين تمركز بعيدة عليه ولكن كيسمى كيسمى ان فيها محاولة خطيرة كيمشي لها يعني كان ممكن انه يسجلها. بوب لا 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 هادي واعرة هادي واعرة قلت لكم كيشم كيشم السومة السومة كيشم الهدف يعني كيفاش تمركز كيفاش البلوك كيفاش تحطها في الشباك العقيد العقيد وا شو البلوك اخوتي البلوك بالصدر البلوك والاسيست من عندك اللاعب الشعر قلت لكم داك اللاعب الشعر خيالي اخوتي خيالي. شوف 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 كيف البلوك بالرجل اخوتي بالرجل ايه شمنا شمنا انها ديالو انها هدف وبالرجل الضعيفه. هذا هو السوم اخوتي هذا هو الصفحه ديال الاهلي الخرافيه. الهدف عاد العقيد عاد اللقطه اللي كندير انا مزيان هايا تاك العقيد اخوتي وانتهى هنا المباراه اخوتي والاهلي يفوز ب 2-1 على الاتحاد في ديربي بكل صراحه مولع 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 ما هضلك للاحمدي بكل صراحه ولكن بكل صراحة السومة والأهلي اليوم الفرص اللي خلقوا في الشوط الأول ربما في الشوط الثاني الاتحاد اللي كانت خطيرة ورأينا كم من في محاولة وهذه ولكن الأهلي عرفت كيف تأكل الكتف والسومة ظهر في الأوقات التي عليه أن يظهر فيها واقتنص الفوز ثمين 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 جدا ولكن تحسب له يعني بمهارة تلك المهارة لا يفعلها أي لاعب أنك تخادع المدافع وتبلوكها بالرجل وتضعها برجلك اليسرى الضعيفة. ف هذا هو السومة هذا هو السومة خوتي ومبروك على الاهلاويين وهارد لك الاتحاديين وكنتمنى كنتمنى 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 الدوري السعودي يبقى هكا متعة لان بكل صراحة عاد بمتعة كبيرة جدا. شاهدنا الاهلي مباراة الاولى شاهدنا النصر مع الهلال مباراة خرافية وسيناريو لا يصدق الان شاهدنا الاتحاد مع الاهلي ما هذا الدوري السعودي راه قليل هم الدوريات اللي عادوا يعني بعد كورونا بمتعة كبيرة كبيرة جدا مثل هكذا. الاهلي البارحة عاد وسجل هدف الاهلي المصري خوتي ضامنة الدوري ب 21 نقطة. أين هي المتعة؟ المتعة لا توجد يعني دابت دابت وتبخرت المتعة في الدوري المصري ومجموعة من الدوريات
هادشي اللي كان اخوتي مبروك هارد لاك للهارد لاكيين كنتمنى الرياكشن اللي كانت عجبتكم اخوتي لايكي ولايكي ولايكي والسلام عليكم.